أيضا هذه المشاهد الجديدة لإطلاق سراح السجناء. السجن حماه المركزي يذكرنا بسجن حلب المركزي، هذا السجن في حماه. هذه مشاهد لإطلاق سراح السجناء والمعتقلين الذين كانوا في داخل سجن حماه. طبعا هيئة تحرير الشام، الفصائل الموالية لها بإخراج هؤلاء من السجون. لا أحد يدري كم بقى قضوا في هذه السجون، ربما يقدم نفسه إلى الجمهور وإلى سكان وأهالي مدينة حماة برؤية مختلفة. والجولاني الآن يحاول أن ينزع عن نفسه هذا اللقب أبو محمد الجولاني ويعود إلى أصله وإلى أبيه وإلى مسقط رأسه في الجولان المحتل، ووالده حسن الشرع الذي كان كاتبا ومؤلفا في الاقتصاد وله عدد كبير من الكتب خصوصا النفط والتنمية البشرية. فوالد الجولاني نفسه يعني كان مؤلفا في وتخصص تحديدا في كتب الاقتصاد، وهو نشأ في هذه وولد في الجولان، وبالتالي أخذ كنيته من مسقط رأسه من الجولان المحتل. يعود مرة أخرى إلى أحمد حسن الشرع ليقدم نفسه بهذه الصورة.